طبعا الإنسان صعب عليه ينسى مكان اللي عاش به وتربى به وذكرياته، يعني كأن أحد خلعنا من جذورنا مثل النخلة أو النبتة تخلعها من جذورها وتروح تغرسها في مكان ثاني، ما تعرف لو تموت لو تستمر بالحياة. احنا كنا هكذا. ايام الحرب تدهورت الحالة الاجتماعية، تدهورت الحالة الاقتصادية، يعني بالخمسينات الستينات كان أكثر من 50 مليون نخلة في العراق، وكان العراق يصدر تمور إلى أغلب دول العالم. احنا كان عندنا نخيل، ثلاث نخلات، ورمان وعنب وتين ونارنج، اضافه الى الزيتون. الكميات اللي ننتجها كميات كبيره، يعني زائده عن استهلاكنا، فننطل للجار، يعني مساله يعني طيبه. واحد يعطي للثاني وهذا كله بدون مقابل. بعد ما بدأت الحرب التحقت بالدراسة بالهندسة في الاتحاد السوفيتي، وحصلت على شهادة ماجستير. رجعت، عدت إلى العراق، وكان يجب أن أدخل إلى الجيش للخدمة العسكرية. بعد ما تزوجت طلبوا من جميع العسكريين الالتحاق إلى الجيش مرة أخرى، فأنا ما كان عندي استعداد، وكان عندي أولاد اثنين، ولد وبنت. حاولت الهرب إلى هولندا، وقدمنا على لجوء. كان لابد في البداية أن أقبل بأي عمل بغرض ضمان دخل لي ولعائلتي، واستأجرت قطعة أرض خاصة للزراعة مساحة 200 متر مع بيت زجاجي. إنما السبب كان الجانب المادي، يعني كان توفر بعض الشيء علينا من المصرف، ولكن ما كانت تكفي، فكنا نشتري الخضروات من الأسواق. كنت أصرف من الوقت تقريبا بالأسبوع 10 ساعات إذا كان أثناء العمل، يعني إذا كان عندي عمل، أما إذا كان عندي عطلة كنت أصرف أكثر. عندما يعني استقرينا في هولندا صار عندنا بنت ثالثة، كان من المهم أن يتعلم الأولاد، أولادي، احترام الطبيعة. كان من المهم أن يتعلموا الاعتماد على النفس في توفير الحاجة إذا كانت غير متوفرة. فكانت هذه بعض الأهداف اللي تجعلني أصطحب أولادي إلى المزرعة لمعايشة هذه الحالة.
النتيجة النهائية يعني بعد مرور مدة كم سنة حصلت على فرصة في أمستردام إلى علاقة في بناء السدود. قد حقق نجاح على أنه وصلت إلى المرحلة اللي يعني أريدها وأطمح إلها من ناحية مادية ومن ناحية فنية. بعد ما يعني الأولاد كبروا حصلت على فرصة عمل في بريطانيا، وأسعفني الحظ للذهاب مع أولادي وعائلتي بالكامل. ولكن بقت الرغبة في الحصول على قطعة أرض لزراعتها، فحاولت أهتم بالحديقة، حديقة البيت. زرعت في حديقة البيت أو حديقة المنزل، زرعت عنب. العنب كنا نسوي من عنده، أما نسوي خل أو شربت. وزرعت ألمازة أيضا استخدمها في صناعة المخللات الطرشي. وزرعت روزماري النعناع، قليل من البطاطا، بعض النباتات قسم تنجح منه وقسم لا. في حين كانت الزراعة حالة طبيعية في العراق، أصبحت عملا إجباريا في هولندا لغرض توفير حاجة العائلة. هسه صارت الزراعة الهواية اللي أحس حقا الاستمتاع بها، وأغمر نفسي وأجني فوائد ما زرعته في العراق.